ازي حضرتك يا فندم؟ منوره. اهلا بيك. يعني مع انتهاء اليوم الاول كده حضرتك ممكن تقول لنا ايه الملحوظات اللي حضرتك يعني شفتيها وتعليقك عليها في اليوم الاول من عمليه الانتخاب؟ يعني اليوم الاول الحقيقه مر بطريقه جيده جدا. شفنا انه ما سمعناش شكاوي من تاخير فتح اللجان، شفنا تيسيرات الحقيقه متقدمه زي مثلا انه بطاقات برايل للناس اللي فاقدي البصر، زي كراسي متحركه. شفنا الهيئه العليا للانتخابات الحقيقه يعني كانت الامور ميسره جدا في كل القدرة على الذهاب للانتخاب والقدرة على أننا نحصل على مكاننا في الانتخاب بالميكانة على طريق الإنترنت بالرقم القومي. شفنا أنه عموما ده من الناحية الإجرائية يعني من الناحية الإجرائية، فالحقيقة الإجراءات عموما القضاء 15,000 قاضي، شفنا تغطية إعلامية قوية داخلية وخارجية في مصر وبره مصر، فده معناه انه الانتخابات ليها اهميه. فبوجه عام الحقيقه يعني اول يوم مر كويس وبسلام، شفنا اقبال الحقيقه كمان كبير. يمكن انا كان ملاحظتي انه شفنا الشباب بينزل تاني للانتخابات، كان في عزوف قبل كده من الشباب، لكن شفنا نسبه شباب، شفنا الصمت الانتخابي كمان في التزام بيه، شفنا يعني هيئات دوليه بتعمل متابعه وهيئات من المجتمع المدني بتعمل متابعه المجتمع المدني في مصر، ودي حاجه كويسه الحقيقه لانه ده معناه انه في تاكيد على نزاهه الانتخابات. فبشكل عام شفنا يوم عدى كويس، وان شاء الله بكره يعدي كويس ونخلص الانتخابات على خير ويبقى عندنا رئيس جديد من ضمن 4 مرشحين، والاول مره الحقيقه من فتره نشوف عدد مرشحين كبير، ودي برضو اسراء للحياه الانتخابيه. طيب يعني نقدر نقول انه مثلا يعني كرؤيه حضرتك كمتابعه دائما للمشهد السياسي، يعني نقدر نقول الانتخابات دي فيها قدر مثلا من التحسن؟ طبعا احنا عندنا عمليه ديمقراطيه لسه بنقول ان هي عمليه وليده وهتاخد وقت وهتاخد مجهود وفيها تحديات كبيره، ما وصلناش للصوره المثلى، لكن هل من واقع ما رايتيه حضرتك بالامس نقدر نقول انه يعني في تطور في تحسن ما؟ او شوف حضرتك مجرد انه في 4 نازلين انتخابات فده معناه ان في تحسن. مجرد انه في ناس، ما هو كل ما يزيد عدد المرشحين كل ما يزيد عدد الناخبين، لان كل مرشح بيحشد. فاحنا كان عندنا في الانتخابات الرئاسيه الاخيره كان عندنا 40% نسبه حضور للانتخابات، احنا عندنا 66 مليون ناخب وبطاقه اقتراع، فاعتقد ان احنا هنشوف المره دي النسبه اكبر. التقسيمه بالفئه العمريه كمان اعتقد هتكون نسبه مشاركه الشباب المره دي اكثر، فاعتقد ان احنا ماشيين خطوه بخطوه، وانا اتمنى ان في الانتخابات القادمه نشوف تصويت الكتروني للمصريين بالخارج، لانه طبعا رغم توفير 137 مكان للتصويت في الخارج، لكن احنا عارفين انه بيبقى في مسافات كبيره، فممكن انه ده ياثر على طبعا مهم كمان بالذات في الدول الكبيره زي كندا وامريكا وكده، بيبقى في طبعا حتى لو صعوبه في الانتقال ساعات يعني. مثلا دي حليناها في مصر باننا عملنا لجان للمغتربين، ودي كانت حاجه برضو كويسه المره دي، لانه ده بيدي فرصه للي عايز ينتخب ومن الريف لكن ساكن في مصر انه يقدر ينتخب، لانه مش كل الناس كانت بتقدر تسيب شغلها وتروح. كان في لجنه المغتربين في محطه سكه حديد مصر، وامبارح كان عليها اقبال كبير الحقيقه، اقبال كبير جدا يعني، ده من الملحوظات ايضا اليوم الاول يعني. ما هو احنا زي ما حضرتك قلت حاجه مهمه، انه التجربه وليده، فاحنا بنتعلم كل مره، بنتعلم من الحاجات الكويسه اللي عملناها وبنتعلم من القصور اللي كان موجود. طيب شايفه ازاي يعني توجه المصريين؟ برضو كانت في مراهنات كبيره على عدم التوجه اصلا لصناديق الاقتراع، وانه ما حدش هيروح، في من يراهن على ده بسبب موقف سياسي معارض، ومنه من يعني بيوافق على ده او بيدعو لده لموقف تخريبي معين، او هو مش عايز اصلا يشوف حاله الاستقرار دي. يعني طبعا انت حضرتك بترصدي ازاي اختلاف المواقف واللي شفناه بالامس طبعا في اول يوم؟ واسمح لي حضرتك اضيف انه في اللي
في حالة انهاك سياسي برضو. احنا يعني دولة من 2011 واحنا في حالة انتخابات وصفقات وبتاع، فده بيخلي ساعات الناس يبقى عندها حالة انهاك سياسي فما تروحش الانتخابات. يعني ممكن يكون في سوء نية وممكن ما يكونش في سوء نية. ببساطة شديدة اعتقد ان المحرك الرئيسي كان الاحداث في غزة. الاحداث في غزة دايما امتى الواحد بيسعى انه يعمل اللي عليه؟ لما يكون خايف. الاحداث في غزة عملت حالة خوف شديد جدا، لما نسمع انه ممكن يبقى في تهجير قسري من اخواتنا الفلسطينيين لمصر، لما نسمع انه لما يبقى نشوف الاحداث بكل الحقيقة الشدة اللي فيها، ونعرف أهمية أمن مصر وأهمية الاستقرار وأهمية أن يكون لها دور واحترام على المجتمع في المجتمع الدولي. أعتقد دوت خلى الناس. امبارح كنت بسأل الناس لو يسمحوا لي أعرف مثلا هينتخبوا مين وهينتخبوا ولا لا، الناس عموما من حواليا يعني الحقيقة كله قال لي هينتخب، رغم انه ده ما كانش الحال قبل كده. يعني قبل كده لما كان في حالة طمأنينة الناس كانت مش حريصة قوي على فكرة الانتخاب. طيب برضو لو سمحتي لي اسأل حضرتك برضو حوالين فكرة ما قبل كمان الانتخابات والتحضيرات ليها وظهور المرشحين وعرضهم لأفكارهم وبرامجهم إن وجدت طبعا في بعض الحالات، يعني شايفة إزاي فترة التحضيرات للانتخابات واستعداد المرشحين المختلفين ووجودهم ضمن حملات حزبية، وإحنا بقالنا كتير مش متعودين على فكرة وجود حملات حزبية؟ يعني أنا شايفة إنه مجرد إنه في عندنا ثلاث أحزاب قدروا يطلعوا ثلاث مرشحين خطوة كويسة، لأنه إحنا كان الأحزاب بتاعتنا حصل يعني نوع من المشرومينج زي بيقولوا، انه بقى عندنا احزاب كتير قوي قوي لكن الحقيقه قدراتها كانت لسه لم تبنى بعد. فكويس انه يبقى عندنا ثلاث احزاب يقدروا يطلعوا ثلاث مرشحين، دي خطوه كويسه ويقدروا يمولوهم. خلينا نكون واقعيين، دايما الرئيس اللي في لو هيرشح نفسه اي رئيس في اي دوله للفترة القادمة بيبقى عنده حتة زيادة زي ما بيقولوا، لأنه ببساطة شديدة ظهوره أكبر بحكم أنه مستمر في عمله. فيمكن هنا كان الرئيس السيسي متشاف أكثر، يمكن ناس رهنت عليه أكثر كمرشح، فمثلا تبرعوا بدعاية انتخابية ولافتات في الشارع وكلام من ده. لكن شايفة برضو شفت لافتات، شفت قنوات إعلامية بتبرز برامج المرشحين التانيين، أعتقد إن إحنا على الطريق السليم. شفت لما احترام للصمت الانتخابي، وده مهم الحقيقة، لأنه كنت في أحد انتخابات تانية كان ساعات بحس إنه الصمت الانتخابي بيخرق، لكن أنا شفت احترام للصمت الانتخابي في مرحلة الصمت الانتخابي وفي مرحلة الانتخاب، فده مهم كمان. فتجربة وبنبني عليها، كل مرة بنعمل انتخابات بنبني عليها يعني. طيب أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الأستاذة الدكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجودك معنا.